كرة الجاك، كرة من جاك، وزع كرة طويلة، دارت الارتداد الألماني، سامي خضيرة وزيل، امشي مسعود، مسعود، اكتر على اليسار، اكتر على اليسار، جليلو، حط له توا، يضرب الشوط ممتازة، والهدف الأول، الهدف الأول ضد مصر اللاعب، ولكن كروس، توني، اون جراندي توني، يباغت جاك باتلان، هدف لرفقاء، توني كروس، بقدم كروس، حاولت ان يوصل صورة وانه يبلغ صورة اليسار عن طريق هكتور، لكن هو تأخر لانه كان يفكسي في الدفاع وشاف الحارس وحطاله جباله من برلين الى ستوك سيتي لتسقط البيج بان في دقيقة 43 وتضرب دقة 2-3. تعظيم السلام للألمان بعدما كان سير الشوط يوحي بان التعظيم السلام والبيج بان ستضرب طلقات لهدف الانجليز. هذه كرة قدم وهذه صورة الهدف، يلقى الثغرة، الحارس بعيد على المكان، ممكن تأخر في حضوره على القائم الأيمن، توني شرع وضرب، وقت اللي شرع كروس الحكاية فيها 1-0 يا سادة. هدف أول ليوكيم لوف، رغم نعاود نقول في رأي إنجلترا كانت في المعظم أفضل في الشوط الأول.